بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. المسألة الأولى: أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الثانية: أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثالثة: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدأ فيه وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله:
قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الخامسة، أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالكثرة، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. السادسة، الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله قال فما بال القرون الأولى، وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. السابعة، الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الثامنة، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. التاسعة، الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. العاشرة، الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كقولهم بادي الرأي. الحادية عشرة، الاستدلال بالقياس الفاسد، كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. الثانية عشرة، إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. الثالثة عشرة، الغلو في العلماء والصالحين، كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الرابعة عشرة، أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. الخامسة عشرة، اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم قلوبنا غلف يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. السادسة عشرة، اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. السابعة عشرة، نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة، تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. التاسعة عشرة، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. الحادية والعشرون، تعبدهم بالمكاء والتصدية. الثانية والعشرون، أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الثالثة والعشرون، أن الحياة الدنيا غرتهم،
فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الآيات. الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء، كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. السابعة والعشرون: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الثامنة والعشرون: أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. التاسعة والعشرون: أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الثلاثون: وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. الحادية والثلاثون: وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. الثانية والثلاثون: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الثالثة والثلاثون: إنكارهم ما أقروه أنه من دينهم، كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الرابعة والثلاثون: أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات، كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. السادسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. السابعة والثلاثون: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. الثامنة والثلاثون: الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. التاسعة والثلاثون: الإلحاد في الأسماء، كقوله وهم يكفرون بالرحمن. الأربعون: التعطيل، كقول آل فرعون. الحادية والأربعون: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. الثانية والأربعون: الشرك في الملك كقول المجوس. الثالثة والأربعون: جحود القدر. الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به. الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره. السادسة والأربعون: مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. السابعة والأربعون: إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله. التاسعة والأربعون: جحد بعضها. الخمسون: قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. الحادية والخمسون: قولهم في القرآن
إن هذا إلا قول البشر. 52 القدح في حكمة الله تعالى. 53 إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى ومكروا ومكر الله، وقوله وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. 54 الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية. 55 التعصب للمذهب، كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. 56 تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. 57 تحريف الكلم عن مواضعه. 58 لي الألسنة بالكتاب. 59 تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. 60 افتراء الكذب على الله. 61 التكذيب. 62 كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. 63 رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. 64 رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم. 65 رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. 66 رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. 67 رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ويذرك وآلهتك. 68 دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقولهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. 69 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. 70 نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. 71 تركهم الواجب ورعا. 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. 73 تعبدهم بترك زينة الله. 74 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. 75 دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. 76 المكر الكبار كفعل قوم نوح. 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله ولقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. 78 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله. 79 تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. 80 اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 81 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. 82 اتخاذ السرج على القبور. 83 اتخاذها أعيادا. 84 الذبح عند القبور. 85 86 التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. 87
الفخر بالأحساب، 88 الطعن في الأنساب، 89 الاستسقاء بالأنواء، 90 النياحة، 91 أن أجل فضائلهم البغي فذكر الله فيه ما ذكر، 92 أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه، 93 أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم فذكر الله فيه ما ذكر، 94 أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، 95 تعيير الرجل بما في غيره فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، 96 الافتخار بولاية البيت فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون، 97 الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الآية، 98 الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف، 99 عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، 100 التحكم على الله كما في الآية، 100 ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، 100 رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء وأمثالها، 103 الكفر بالملائكة، 104 الكفر بالرسل، 105 الكفر بالكتب، 106 الإعراض عما جاء عن الله، 107 الكفر باليوم الآخر، 108 التكذيب بلقاء الله، 109 التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، 110 قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، 111 الإيمان بالجبت والطاغوت، 112 تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، 113 لبس الحق بالباطل، 114 كتمان الحق مع العلم به، 115 قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم، 116 التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، 117 الإيمان ببعض المنزل دون بعض، 118 التفريق بين الرسل، 119 مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم، 120 دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم، 121 صدهم عن سبيل الله من آمن به، 122 مودتهم الكفر والكافرين، 123 والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.